نرحب بمحللنا التقني في هذا البرنامج المدرب الجزائري سي محي الدين خالف. مرحبا بك. مساء الخير للجميع، مساء الخير للجمهور الكريم، يعني المشاهد الكريم. محي الدين، ملي يعني بدينا الحصه ديال ساعه الكان منذ يعني انطلاق هذا كاس افريقيا الامم، دائما اقدمك بالمدرب الجزائري، لكن خصني نذكر المشاهدين الكرام ان السي محي الدين من مواليد المغرب، من مواليد مدينه مشرع بلقصيري اكزاكتومون، ومن مارس كره القدم وعشق كره القدم في المغرب مع فريق نادي قنيطري، فريق اتحاد الجمهوريه الخميسات كذلك كلاعب مع فريقي. أنا كنت في شبان من نادي القنيطري، نعم، مع بوجمعة وكالا، وفزنا بالدوري الناشئين ودوري الشباب في ستاد دونور ديال كازابلانكا، امام نهائي الرجاء الكوكب والكوكب حسين تاكادير، نعم، في وقت الكوكب المراكشي. وبعد ذلك انتقلتي للخميسات كلاعب، دربتي العديد من الفرق، نتكلموا غير كلاعب. في المغرب دربت اولا من وجده الى مراكش، من مراكش الى المحمديه، ورجعت مره كذلك الوجده، كان في مشاكل، كان في الطيوع، فخليناه في الدرجه الاولى، ومن ثم كذلك في 76 دربت اتحاد طنجه، صعدنا. ماشي في 76، 96 96 وصعدنا للدرجه الاولى. للاسف في 77 رجع للدرجه الثانيه. في 97 وكنت مستمر معاه؟ طيحتيه؟ لا ما طيحتوش. انا عمري ما طيحت فريق شبيبه القبائل. كنت انا من اللاعبين اللي صعدناه من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، نعم، ومازالوا في الدرجه الاولى لحد الان، نعم. وبعدين كانت عندي فريق واحد في الجزائر، هو شبيبات القبائل. وحنا يعني الانجازات، نعم، انجازات كبيره عندك مع شبيبات القبائل. باش نذكر المشاهدين الكرام ان يعني محي الدين في المغرب درب العديد من الفرق، لكن في الجزائر درب فريق واحد عندي اللي هو شبيبات القبائل، والرفض يدرب جميع الفرق الاخرى. علاش؟ انا مانيش عنصري ولا جهوي، ولكن فرقتك فريق المنطقه تاعي منطقه القبائل، فهذيك هي. ما فزتي معاه بالعديد يعني من الالقاب، في البطوله، في الكاس، فت كلاعب، نعم، كلاعب عندي القاب معهم، لان كنت الدراسه، نعم، في الجامعه كانت شويه تاخذ لي وقت، ولكن الحمد لله ففزت في اعطيت الشبيبات القبائل اول مثلا اول مره المنتخب الفريق شبيبات القبائل يفوز بالدوري والكاس، نعم، ولكن عاوتاني في 86 نفس الشيء ب 18 نقطة على الثاني، نعم، وأول مرة كذلك أعطيت الجزائر شعيبة القبائل بطل إفريقيا، نعم، في 81 فزنا على فيتا كلوب في تيزي وزو ب 4-0، وزيد فزنا عليها من 100,000 مرجل في كينشاسا ب 1-0. برافو برافو. والألقاب أخرى موجودة على يعني اسم المنتخب الوطني، على يعني الحمد لله، يعني ما نساوش يعني المنتخب والإنجاز ديالو، المنتخب الجزائري عام 82 في إسبانيا مع الجيل الذهبي، وديك الفوز على منتخب ألمانيا. عرفتوا دابا راسكم مع من جالسين السي محمد السي فؤاد؟ السي جلال احنا عارفينه يعني، ماشي غير اليوم يعني عارفين السي محي الدين. محي الدين طبيعة الحال كنا عشنا معاه الملحمة خيخون في إسبانيا في 82 ربما، نعم، اللي هي اللي كشفت للعالم على يعني كرة القدم الجزائرية، على المنتخب الجزائري، على الإنجازات ديالو مع ديك الجيل الذهبي ديال كرة القدم الجزائرية، واللي يعني لولا سوء الطالع وديك يعني ما كانش سوء الطالع، يعني كان تلاعب وتغير القانون، وتغير قانون المنتخبين النمساوي يعني والالماني. لولا ذاك التلاعب لكان المنتخب الجزائري يكون اول منتخب افريقي يشق الطريق ديالو للدور الثاني في نهائيات كاس العالم. وربما من بعد ديك 82 جاءت مشاركه المنتخب المغربي في كاس العالم 86، وتاهل المنتخب المغربي للدور القادم. هاد النتائج والمستوى اللي ضار به لا المنتخب الجزائري ولا المنتخب المغربي بعد ذلك خلى الجامعه الدوليه لكره القدم فيفا انها تمنح يعني مناصب اخرى للمنتخبات.